كلهم عتلانين همك، رجعت على المدرسة ولأصحابك؟ أكيد أكيد رجعت وبقوة. كيف يعني وبقوة؟ يعني رجعت للدراسة وللجهد وللتعب ولكل شيء، لأنه لازم هاي السنة جمع علامات كتير كبيرة. ليه جمع علامات كتير كبيرة؟ لأنه السنة الماضية ما كان مثل ما بدي. بتحس هلأ أصدقائك زاد عددهم؟ ايه من بعد ما شاركت بذا فويس زاد العدد، لأنه يعني بسبب ذا فويس صار الكل إنه يحبوني الحمد لله، وصار الكل يتصور معي. طبعا أنا كتير مبسوط بهذا الشيء. غنيت أغاني كتير حلوة بذا فويس، أي أغنية كانت هي الأكثر حسيتها أحلى شيء بتحبها على قلبك؟ هي أصعب كلمة بفكر فيها. وأنت هلأ شو عم تعمل؟ قاعد بسوريا أو قاعد بلبنان؟ لا قاعد بسوريا. وراح تحيي حفلات أو هلأ خلص بريك للصيف؟ هلأ بريك للسنة الدراسية لأنه لازم أدرس. زين، بخصوص الدايت عم تفكر فيه شيء؟ صراحة إيه عم فكر أعمل دايت، بس يعني قريبا. بس رجعت على سوريا، شو أول أكلة أكلتها؟ مندي. شو رسالة بتحب توجهها لكل الأشخاص اللي بحبوك؟ بحب أقول لهم إنه شكرا لكم كتير، لأنه عن جد أنا بقدر حبكم إلي، وعن جد شكرا كتير.